السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات من برنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد ابن سعود السامية، يسعدني أن نلتقي معكم اليوم في المحاضرة الثانية من اللقاءات الحية في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416، والمقررة على طلاب المستوى السابع تخصص المحاسبة. تعرضنا في المحاضرة السابقة، وهي المحاضرة الأولى وهذه المحاضرة الثانية، تعرضنا في المحاضرة الأولى لما هي أهداف هذا المقرر، وأيضا أعطينا فكرة عن موضوعات المقرر كما تحدثنا عنها، وهي عبارة عن جزء زكاة وجزء ضرائب، أو النصف زكاة والنصف ضرائب، وأيضا حددنا المراجع التي ممكن يرجع إليها أي دارس للاستزادة من هذا المقرر. ثم بدأنا في التطور التاريخي لمحاسبة الزكاة في المملكة العربية السعودية، وعرفنا أن عام 1370 كان يعتبر هو البداية الحقيقية لوجود نظام زكوي في المملكة العربية السعودية، حيث تم صدور لائحة تنفيذية للنظام الزكوي. وأيضا تعرضنا بعد ذلك لمفهوم محاسبة الزكاة ومحاسبة محاسبة الزكاة ومحاسبة الضريبة. ثم تعرضنا إلى أهداف الزكاة، سواء كانت أهداف دينية أو سلوكية واجتماعية واقتصادية أو سياسية. وبعد ذلك بدأنا في أنواع الزكوات، وتعرضنا لأنواع الزكاة، عرفنا أن هناك زكاة، طبعا ده معروف لحضراتكم، زكاة الفطر وزكاة المال. تركيزنا احنا بيكون على طبعا زكاة المال، وعرفنا انه بالنسبة لزكاة الأموال أو زكاة المال احنا بنركز على عروض التجارة، وأن هناك شروط للزكاة ونصاب الزكاة، وهي الإسلام الشرط الأول، الحرية حيث لا زكاة على العبد، الملك التام للمال، النماء أو القابلية للنماء، بلوغ المال نصابا معينا، حولان الحول على المال، أن يكون المال فائضا عن الحوائج الإسلامية. وبدأنا طبعا قلنا إنه أول شرط وهو الإسلام، طبعا ده معروفة الآية القرآنية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، طبعا ده سورة التوبة. أيضا الزكاة تجب على المسلم ولا زكاة لغير المسلم. أيضا عرفنا حضرات من ضمن الشروط الزكاة الحرية، لا تجب الزكاة على العبد، والعبد لا يملك شيئا، وإن العبد وما ملك لسيده. أيضا الملكية التامة للمال، يملك المال أن يكون المال بيد الفرد ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف به باختياره. أيضا عرفنا أن هناك بعض الأموال غير خاضعة للزكاة، زي المال المحجوز عليه، المال المحجوز عليه أي المال المقيد الذي لا يمكن التصرف فيه، الديون غير المرجوة التحصيل لدى المعسر أو المماطل. أيضا في هذه الحالة تعتبر الملكية ناقصة لانعدام القدرة على التصرف فيها أو الانتفاع بها، والمال المال المحجوز عليه يعتبر مقيد، الملكية غير كاملة. أيضا المال المخصص للحاجات الأصلية، العمل والجهاد زي المنزل والحاجات الأساسية للمنزل، كلها حضرات تعتبر أموال غير خاضعة للزكاة. أيضا المال المحبوس بالدين، المال توكم بديتوا، حد بيسألني، الملك بيسألني توكم، نعم نعم، بس احنا اعطينا محاضرة الاسبوع، بداية المحاضرة السبت كانت في محاضرة، كانت مقدمة بسيطة، وكانت تعريفية، كان لقاء تعريفي بالمقرر، وكانت في مقدمة بسيطة عن هذا المقرر.
نعم. أيضا بالنسبة للأموال غير الخاضعة للزكاة، أموال الجمعيات الخيرية وأموال دور العبادة، أيضا المال لازم يكون طيب، المال الحرام والمال الخبيث برضه لا يخضع. مال العبد الذي لا يستطيع التصرف فيه، المال الذي لم يحل عليه الحول، أيضا مال اللقمة. أيضا بالنسبة لشروط الزكاة ونصابها، اللي هو النماء أو القابلية للنماء، هاي الزيادة النماء أو القابلية للنماء، يعني المقصود بها الزيادة التي من شأنها أن تدر ربح أو فائدة، النماء أو القابلية للنماء. أيضا هناك نماء حقيقي وهناك نماء تقديري. النماء الحقيقي حضراته عبارة عن زي كده زيادة المال ونمائه بالتجارة والتوالد كالأنعام والثمار والزروع. أما النماء التقديري كقابلية المال، إن استثمر زاد وإن لم يستثمر لم يزد. أيضا أحد الشروط حضرات السادس، الشرط السادس، وهو بلوغ المال نصابا معينا. النصاب حضرات هو القدر المعين من المال الذي يجب أن يصله حتى تفرض عليه الزكاة، وبالتالي الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. بالنسبة حضرات لنقود الذهب، نقود الذهب 85 جرام من الذهب، والفضة بالنسبة لي الفضة اللي هو 200 درهم من الفضة. طبعا تم الاتفاق حضرات ما بين العلماء في هذا النطاق، طبعا كما تعرفون ليس لنا مجال في عملية أي حاجة تخص عملية فقهية، فهذه لها أهلها، نحن نختص بالعملية المحاسبية. فنصاب الذهب حضرات 85 جرام، و85 جرام حسبناهم على أساس إن الجرام بيساوي، على أساس إن الجرام بيساوي 200 ريال، فوصلوا 17,000 ريال. يعني الحد اللي هو يجب فيه الزكاة اللي هو 17,000 ريال فصاعدا. ده بالنسبة لنصاب الذهب 17,000 اللي هم 85 جرام. طيب افرض الجرام زاد ولا نقص، ممكن اي ملخص تتابع منه. احنا انا بعت لكم حضرات، بعت لكم انا المذكرة، ارسلت لكم المذكرة يا حضرات، مش وصلت لكم على المنتدى. ايوه انا ارسلت لكم المذكره على المنتدى، هل وصلت؟ هلا وصلنا، جزاكم الله خير. عشان بس في زميلتكم بتسال، بتقول اي ملخص نتابع منه. ان شاء الله تتابعون. تو انتبه، الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. ماشي خلاص، المذكرة طويلة عشان بس فيها نظري كتير، بس المقرر بسيط ما تقلقوش، يعني المقرر سهل إن شاء الله، تمام ما تقلقوش منها. يعني الأجزاء دي كلها اللي أنا بشرحها دي، هذه مقدمات وهذه أمور سهلة وأمور معروفة بالفطرة، أعتقد لا تحتاج يعني سؤال 40 ولا إيه بي ولا صفحة 40، مش عارف والله. مش عارف سؤال 40، حد بيتكلم يقول سؤال 40 ولا ايه؟ قصدها الاختبار. ايوه، نعم. الاختبار 40 سؤال طبعا، 20 زكاة و20 ضريبة، يعني حوالي النص بالنص، او 21 و19. طبعا يا حضرات اللقاءات اللي هي اللقاءات المسانده اللي احنا شغالين فيها الان، هي المقصود بها اسئله واجوبه، يعني هتكون في مراجعه اخر المنهج. لا الاسئله، احنا الاسئله على طول من اول محاضره احنا شغالين اسئله،
نعم، بس ندي شوية كده الأول نظري، بعدين نشتغل في أجزاء العملي. هتكون في مراجعة آخر من الاختبار فعلا 40 سؤال، وال40 سؤال دول نصف مزكاة ونصف ضريبة، ونصف محاسبة زكاوية ونصف محاسبة ضريبية، وهيكونوا في الأجزاء النظري. تمام، والأجزاء النظري دي برضه يعني الامتحان بيكون موجود فيها النظري. يعني لو بصينا على بعض الأسئلة، ممكن يكون في سؤال هتكون في آخر في مراجعة آخر المنهج، آخر لقاء، لا مش آخر لقاء ولا حاجة، احنا بنشتغل أسئلة على طول وأجوبة. لا يا أختي الكريمة، بنشتغل على طول أسئلة وأجوبة. المساندة دي المفروض هي عبارة عن كلها نقاشات مناقشات، لكن على أساس إن الشرح تم طرح الشرح تم طرح الشرح قبل ذلك في اللي هي المحاضرات اللي هي المصورة، وهذه للمساندة. يعني في إشكالية مع أحد، في مشكلة مش فاهمها، في جزئية نشرحها، وهكذا. فإحنا هنبدأ ناخد تطبيقات حضرات على بس ناخد الجزء النظري إن شاء الله. ماشي؟ يعني مثلا في المحاضرة الثانية، هتلاقي إن أنا بتكلم عن الكتاب، بيتكلم عن اللي هو شروط الزكاة ونصابها وسعر الزكاة. سعر الزكاة حضرات كام؟ سعر الزكاة 2.5%، صح؟ سعر الزكاة عروض 2%، تمام؟ طيب سعر الزكاة 2.5% على السنة الهجرية ولا الميلادية؟ على السنة الهجرية ولا الميلادية؟ السنة، أيوة، 2.5% على السنة. ها حد يرد عليا؟ على السنة، على السنة الهجرية، ممتازة، شكرا لك. طيب لو ميلادية تبقى كام؟ لو في واحد عايز حسب ميلادي، حاضر هكمل، حاضر. أنا بس بسأل سؤال واحد وهكمل مع حضرتك. سعر الزكاة 2.5 وفقا للسنة الهجرية، طب لو ميلادي يبقى كام؟ ها لو ميلادي يبقى كام؟ اتنين 75، هي 2575، 2575، 2575. يعني مثلا هتلاقوا أسئلة، يعني من كل ده حضرتك هتلاقوا فيه أسئلة، يعني إن شاء الله وهناخد أسئلة. يعني مثلا نصاب زكاة الذهب، هل 58 جرام ولا زكاة نصاب زكاة الذهب 58 جرام، 850 جرام، ولا 85 سنتيمتر، ولا لا شيء مما سبق؟ يعني سؤال مثلا مثل هذا، 85 جرام، ماشي. طيب ليس من شروط الخضوع للزكاة الإسلام، الحرية، الملك التام للمال، بلوغ سن الرشد. ليس من شروط الخضوع للزكاة الإسلام، الحرية، الملك التام للمال، بلوغ سن الرشد. مثلا احنا لو كنا عايزين نبدأ أسئلة، ممكن نشتغل أسئلة حضرتك لو عايزين على طول، أنا لا توجد عندي أي مشكلة معكم. ليس من شروط الخضوع للزكاة الإسلام ولا الحرية ولا الملك التام للمال ولا بلوغ سن الرشد.
ممتازة، هنادي ممتازة فعلا، اللي هو بلوغ سن الرشد لا يعتبر شرط من شروط الخضوع للزكاة. الاهتمام الأول لمحاسبة الزكاة، أو تهتم محاسبة، الاهتمام الأول لمحاسبة الزكاة بالمبادئ والأسس. الاختيار الأول المحاسبية، اثنين الشرعية، ثلاثة الإدارية، أربعة الضريبية. الاهتمام الأول لمحاسبة الزكاة المبادئ والأسس، أو تهتم محاسبة الزكاة بالمبادئ والأسس، ألف المحاسبية، ب الشرعية، ج الإدارية، د الضريبية. مثلا الشرعية، ممتاز، صح. تسهم الزكاة في نشر الدعوة الإسلامية، بناء قوات مسلحة قوية، الحد من الفقر، كل ما سبق. كل ما سبق، ممتاز ممتاز. فين أنا؟ كل ما سبق. أنا بس عايز أوصل لحد اللي هو الجزء الخاص بيه، اللي هو في حد سألنا عليه. كل ما سبق صح، اللي هو أوجه التشابه والاختلاف ما شرحناه، نشرحها لكم حالا. لا يشترط حولان الحول في زكاة الأنعام ولا الذهب ولا الزروع والثمار ولا عروض التجارة. لا يشترط حولان الحول في زكاة الأنعام ولا الذهب ولا الزروع والثمار ولا عروض التجارة. أنا يا شباب، شكرا دكتور، أنت لسه أنت بتعطي أسئلة لجزئية لسه ما شرحناها. نعم، ما احنا بدأنا نشرحه يا أختي الكريمة، قلتوا احنا ممكن ناخد أسئلة يعني، أو قلتوا فين الأسئلة، فبدأنا نسأل، قلت أنتوا خدتوا جزئية، أنت شرحتوا إيه، أنت تعطي أسئلة لجزئية لسه ما شرحناها. بس فين في مشكلة، أنا أرجو أن تتفقوا على كل الأساليب موافق عليها معكم لصالحكم ولمصلحتكم. ماشي، أنا بقول كنت بشرح شوية بعدين هعطي أسئلة، فأنت استعجلت الأسئلة، لما جينا نشتغل أسئلة قلتوا ما خدناها. بس فأنا أنا همر مر الكلام، أنا هاخد مر الكلام كده على حاجات وبعدين نسأل. أيوه، هو اللي أنا كنت عايز أمشي بيه ده، بس لقيتكم مستعجلين يعني. ماشي، شكرا شكرا. ماشي طيب، احنا حضرتك احنا وصلنا لحد سعر الزكاة زي ما اتفقنا. سعر الزكاة 2.5%، 2.5% او 2.575 هجري، 2.5% هجري، 2.5% هجري، 2.575 للسنة الميلادية، لأن السنة الميلادية تزيد عن السنة الهجرية ب 10 ايام و6 من 10 او 11 يوم. ده يا حضرات بالنسبه للسعر. طبعا النصاب، في حضرات النصاب ذهب والنصاب فضه. طبعا تم اتفاق حضرات انه ما بين العلماء انه يمشي المجتمع على الذهب. ماشي، نمشي على الذهب، والذهب اتفقنا انه 85 جرام، واقترحنا أن يكون الجرام 200 ريال، هو المفروض الجرام 24، عيار 24، فاتفقنا في هذا المقرر أن يكون النصاب 17,000، لكن لو زاد حضرات سعر الذهب أو نقص ممكن يتغير النصاب، لكن نحن متفقون على أن نصاب الذهب في هذا المقرر 17,000، يعني متفقين على أنه الذهب عيار 24 ب 200 ريال، ماشي؟ بس. وممكن برضه حضرات انه السعر، سعر الهجري
والميلادي، الميلادي بيساوي السعر الهجري اللي هو 2.5 مضروب في 1.3، مضروب في 1.3 هي ب 2.575. ايضا يا حضرات حولان الحول، لابد ان يحول الحول على عروض التجاره. ما طبعا بس في زكاه يا حضرات اللي هو الثمار والزروع اعطوا حقه يوم حصاده، فده مرتبطه بجني المحصول. ماشي. ايضا ان المال يكون فائض عن الحوائج الاصليه، لانه الشرع يا حضرات قال انه اي حاجه لازمه للانسان لا تخضع للزكاه، اللي هي عباره عن زي ايه مثلا؟ الثياب والحاجات اللي هي قضاء الحوائج، الآلات، الحرفة، الأساس، المنزل، الدواب، الكتب اللازمة لكباحث وهكذا. أيضا بالنسبة لحضرات خصائص الزكاة، عبادة مالية ثابتة قدرا واستمرارا، تجبى وتصرف تحت إشراف الدولة، إجبارية ليس لها مقابل دنيوي، متعددة الأنواع مباشرة، سعرها نسبي، تجب في عين المال، تتعلق بذمة الشخص، مصاريفها محددة. بسرعة هنمر عليهم. عبادة مالية ثابتة قدرا واستمرارا، طبعا ده شرع الله سبحانه وتعالى ولا يتغير فهو ثابت، تجبى وتصرف تحت إشراف الدولة. الدولة حضرات وفقا للأصل في الشريعة الإسلامية أن يتم جباية الزكاة وصرفها عن مستحقها بإشراف الدولة، وهو ما تسير عليه المملكة العربية السعودية، أنه الزكاة تجبى وتصرف تحت إشراف الدولة. أيضا إجبارية، هي فريضة على المسلم وركن إجباري، ليس لها مقابل دنيوي، نعم تدفع الزكاة بمخاطر تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. متعددة الأنواع على أساس في حاجة في اللي هي زكاة الزروع، زكاة الثمار، زكاة الحيوانات، عروض التجارة، وتركيزنا في هذا المقرر على عروض التجارة. مباشرة، توصف الزكاة حضرات بأنها مباشرة، ولذلك كلمة مباشرة حضرات في الضرائب مثلا، الضريبة المباشرة هي الضريبة التي لا يمكن نقل عبئها للغير. والزكاة حضرات أيضا الزكاة تعتبر مباشرة لأنها تمس الفرد في ما يملك يعني أو في دخله، فهي مباشرة. تمام؟ يعني هل الزكاة يمكن أن هل يستطيع دافع الزكاة أن ينقل عبئها للغير؟ لا. طب هل يستطيع دافع الضرائب ان ينقل عبئها على الغير؟ نعم. في بعض الضرائب زي الضرائب غير المباشره، زي ضريبه القيمه المضافه، زي الضريبه الانتقائيه، بيدفعها التاجر ثم يحملها على تاجر التجزئه ثم يحملها على المستهلك. يعني ده بينقلها لده، بينقلها بينقل ده لغايه ما تحملها المستهلك. اما الزكاه فهي لا يمكن نقل عبئها. مثلا ممكن يكون في سؤال اهو، الزكاة يمكن نقل عبوها بينما الضرائب لا يمكن نقل عبوها، صح ولا غلط؟ لا، أنا ما جبتوش من الأسئلة اللي أمامي، بس أنا طرحته الآن أهو. الزكاة، أيوة خطأ، أن الزكاة لا يمكن نقل عبوها، تمام؟ أيضا الزكاة حضرات سعرها نسبي، 20% زكاة الدخل على الركاز، وكلمة الركاز حضرات هو ما يستخرج من باطن الأرض من معادن وأسواق وخلاف. 10% زكاة الزروع والثمار التي تسقى بواسطة الآلات. 2.5% زكاة الأثمان وعروض التجارة، وهذا مجال تركيزنا. تجب في عين المال، يعني الزكاة تجب من المال نفسه. تتعلق بذمة الشخص، يعني تكون في ذمة الشخص المزكي حتى يدفعها. والزكاة واجبة حضرات على كل مسلم حر مالك النصاب. الزكاة واجبة على كل مسلم حر
مالك لنصابها بغض النظر عن جنسه أو لونه أو نسبه أو نسبه أو مركزه الاجتماعي أو مقر إقامته، فهي تفرض على الكبار والصغار والرجال والنساء العقلاء والمجانين كلهم سواء. يعني ما دام يمتلك النصاب يبقى إذا يدفع الزكاة. مصارفها محددة، وأنتم أعرف مني بذلك أن مصارف الزكاة محددة، اللي هي وفقا للآية الكريمة اللي في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هتعد دول، هتلاقيهم 8، أولهم الفقراء، تانيهم المسكين، ماشي، وبعض الأئمة فرقوا ما بين الفقير والمسكين. العاملون عليها اللي هم من يقوموا بجباية الزكاة. لكن يا حضرات، من ضمن الحاجات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية وهو تشكر عليها وتساب عليها، إنه كل أموال الزكاة بتوزع على الفقراء، والقائمين بجباية الزكاة بياخدوا مرتباتهم من الدولة ولا يحصلوا عليها من أموال الزكاة. يعني كل أموالها بتحول إلى مستحقيها. المؤلفة قلوبهم، الذين يراد تأليف قلوبهم أو قلوب زوجهم للدخول في الإسلام. وفي الرقاب اللي هو المكاتب المسلم الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل. الغارمون اللي هم عليهم دين، المدينون عاجزون عن الوفاء في سبيل الله، اللي هو الجهاد والإنفاق في الجهاد والقتال. ابن السبيل وهو الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده أو مستقره. نلاحظ حضرات أن الزكاة لا تصرف الزكاة لكل من الأغنياء الأقوياء الكفار المشركون أولاد المزكي ووالداه وزوجته، كل ده حضرات لا تصرف لهم الزكاة ولا يستحقوا يخدم الزكاة. أيضا آل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بنو هاشم برضه من ضمن الحضرات اللي هم لا تصرف لهم الزكاة. في بس حاجة مرتبطة بحاجة اسمها الثني الزكوي. الثني الزكوي، كلمة الثني الزكوي حضرات يعني معناها زكاتين في سنة واحدة على مال واحد، اللي هو مفهوم الثني الزكوي، وهو يعني أخذ الزكاة على نفس المال وفي نفس الحول مرتين. فمثلا إذا زكى المال أو إذا زكي المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له، كالمحصول الزراعي إذا زكي كمحصول ثم بيع بثمن، هل حضرات ناخد الزكاة من المحصول ومن الثمن؟ إذا زكي المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة، هل نحصل الزكاة حضرات مرتين؟ ها؟ نعم؟ نقول يا حضرات، إذا زكي المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له، كالمحصول الزراعي إذا زكي ثم بيع بثمن، يعني بيجي نقود، الأول كان حبوب وغلال، بعدين تحول إلى نقود بيجي بفلوس، هل يزكى لما يكون في الغلة كحبوب ويزكي عنه عندما يباع في نفس السنة أم لا؟ ده السؤال لكم. طبعا لا، مظبوط، صح، لا يزكى، صح. ايضا الماشية التي زكيت ثم بيعت بثمن، يعني الماشية التي زكي عنها عندما كانت مع يعني في مع الحيوانات ثم بيعت بثمن، ثم بيعت بثمن، هل يزكى عن هذا المال مرة ثانية؟ طبعا برضو لا. ده حضرتك المقصود به الثني الزكوي. وفي طبعا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ثني في الصدقة، لا ثني في الصدقة. بعض الأسئلة البسيطة حضرات اهي: إذا باع رجل ماشية كان قد زكاها وقبض ثمنها نقدا، فيجب عليه إخراج زكاة المال المستفاد عما قبض من ثمن ب، عدم إخراج أي نوع من أنواع الزكاة عند قبض الثمن، ج، إخراج زكاة النقدين عما قبض من ثمن، د،
أن يزكي عما قبض من ثمن بعد خصم الزكاة التي سبق ودفعها. أي الإجابات صح؟ ب اللي هي مظبوط، ب صح. يشترط السؤال الثاني، يشترط لوجوب زكاة الزروع والثمار متى بلغت نصابا؟ مظل الحول ولا حصاد أو جني المحصول ولا خرس المحصول ولا الخلو من الدين؟ يشترط لوجوب هذا الإخراج مثلا، يشترط لوجوب الزكاة الزروع حضرات اللي هو الحصاد. ممتاز ممتاز تمام. المكلف بأداء الزكاة هو المسلم الحر المالك لنصابها، المالك لنصابها وإن كان غير مسلم، المسلم المالك لنصابها وإن كان صبيا، المسلم المالك لنصابها وإن كان مجنونا. ما هي الإجابة الصحيحة؟ المكلف بأداء الزكاة هو المسلم الحر المالك لنصابها، المالك لنصابها وإن كان غير مسلم، المسلم المالك لنصابها وإن كان صبيا، المسلم المالك لنصابها وإن كان مجنونا. أيهما صح حضرات؟ المكلف بأداء الزكاة هو ألف. كلكم قلتوا ألف. ألف صح ممتاز، ألف هي الصح فعلا. جيم، حد كتب جيم؟ ليه جيم؟ جيم صح بس ألف أصح، لأنه جيم قالت إيه؟ المسلم المالك نصابها وإن كان صبيا. بس ألف قال المسلم الحر اللي هو لا يعني إيه؟ اللي هو مال العبد لا زكاة فيه، فتلاقي ألف أقوى منها تمام. لكن هي صح، لكن وجود ألف خلى بقية ألف أقوى منها. أيضا يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب على المسلم إذا كان عاقلا حرا مالكا لنصابها، عاقلا حرا أو صبيا ومالك لنصابها فقط، عاقلا حرا أو قاصرا أو محجورا عليه ومالك لنصابها، قاصرا وغير محجور عليه ومالك لنصابها. حد جواب؟ خمسة. أن هو يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب على المسلم إذا كان عاقلا حرا مالك لنصابها، بألف ب عاقلا حرا أو صبيا ومالكا لنصابها فقط، جيم عاقلا حرا أو قاصرا أو محجورا عليه ومالكا لنصابها، دال قاصرا وغير محجور عليه ومالكا لنصابها. أرى أنه هو جيم بتقول عاقلا حرا أو صبيا ومالكا لنصابها، بهدي جيم بتقول عاقلا حرا أو قاصرا أو محجورا عليه ومالك لنصابها. كلهم موجودة فيهم كلمة مالك لنصابها تمام. الأولى عاقلا حرا فاستثنت العبد، قاصرا أو محجور عليه، هنا جابت العاقل وجابت الحر وجابت القاصر. فعلا إجابة اللي كتب ألف صح يا شباب، ألف هي الصح، لأنه جيم فيها عاقلا حرا أو قاصرا أو محجورا عليه، والعاقل عكسه عاقلا حرا. ألف ولا جيم حضرات؟ أنا حاليا كنت بقول ألف بس أرى أنها جيم، عاقلا حرا، العاقل والمحجور عليه عليهم، فاللي فوق جات عاقلا بس، عاقلا حرا أو قاصرا أو محجورا عليه، جيم يا حضرات، جيم هي الصح، جيم هي الصح، جيم هي الصح. طيب أنا عايز بس أغطي الجزء اللي هو فيه
الفرق ما بين الزكاة، اللي هي الفرق ما بين، كان حد سألني فيها، اللي هي الجزئية اللي خاصة بي، كان في حد التشابه والاختلاف ما شرحناها. تمام، نشوفه. الشبه والاختلاف، الشبه والاختلاف حضرات ما بين محاسبة الزكاة والضرائب. أولا الجبر والإلزام، الزكاة حضرات تؤخذ جبرا والضريبة تؤخذ جبرا أيضا. الزكاة هما الاثنين حضرات متفقين في الإجبار، ماشي. انعدام المقابل، هما الاثنين حضرات ليس لهم مقابل. العدالة، الزكاة والضريبة، الزكاة حضرات طبعا نظام العدالة فيها طبعا ده نظام شرعي، نظام رباني، فالزكاة في العدالة فيه متوفرة 100%. الضريبة العدالة فيها نسبية، الضريبة العدالة فيها نسبية. اليقين، مبدأ اليقين حضرات انه هذا المبدأ موجود في الإسلام والسنة، وعاء الزكاة ونصابها. الضريبة حضرات يقصد باليقين ان تكون نصوص واضحة للناس كلها، فالمفروض تكون موجودة في الاثنين، لكن الزكاة برضو أقوى منهم. الجهاز الإداري المسؤول عن التحصيل، الزكاة حضرات تتولى الدولة جبايتها من المكلفين عن طريق مصلحة أو هيئة الزكاة والدخل أيضا، والضريبة متفقة معاها في هذا المفهوم. طبيعة الزكاة عبادة مالية ركن أركان الإسلام، تتسم بالثبات والاستقرار. الضريبة التزام إجباري بموجب نظام وضعي تتغير بتغير الزمان والمكان. الهدف منها الزكاة، تزكية النفس، مواساة الفقراء والمساكين، تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية. الضريبة الهدف منها تأمين الموارد المالية الحكومية لينفقها في المصالح العامة، وهي أيضا لها أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية. المكلف بها حضرات الزكاة، المكلف بالزكاة هو المسلم الذي يمتلك نصاب الزكاة، وفي المملكة تجبر الحكومة الزكاة من الشركات السعودية المقيمة ومواطني مجلس التعاون الخليجي، دول اللي هو المكلف بها في المملكة العربية السعودية. الضريبة في المملكة العربية السعودية تفرض الضريبة على المستثمرين غير السعوديين، تمام، وتفرض الضريبة على جميع شركات الزيت والنفط البتروكيماوية والغاز. يبدأ الضريبة حضرات تفرض على النفط، سواء كانت العاملين فيها أو سواء كانت هذه الشركات السعودية أو غير السعودية. أيضا أساس التكليف بالنسبة للزكاة الإسلام. أما بالنسبة للضريبة، النظام الضريبي بيحدد من تفرض عليهم الضريبة. المقدار والسعر، الزكاة حضارات واضحة، ليه؟ الزكاة ثابتة وغير قابلة للتغيير أبدا، ومقدارها بحسب نوع الأموال، من الخمس إلى العشر إلى نصف العشر إلى ربع العشر، ولا تقبل التغيير أو التعديل. ونحن بالنسبة لنا بنتكلم في 2.5%. أيضا الضريبة المفروض حضارات ثابتة حسب النظام، لكنها قابلة للتغيير. والله عندما يتغير النظام الضريبي ممكن تتغير النسب، وده هذا خلاف الزكاة. وقت الاستحقاق على المال، وبالنسبة لعروض التجارة. أما الضريبة تستحق حضرات، هي الضريبة طبعا ضريبة سنوية، لكن ممكن تؤخذ الجزئية
الزكاة لا يمكن أن ينقل عبئها للمستهلك، الضريبة يمكن نقل عبء الضريبة إلى المستهلك، وخاصة إن هي الضرائب غير المباشرة. على حدود فرض الزكاة حضرات الضريبة أو الإقليمية تفرض الزكاة على المسلم أيا كان مكان إقامته، حتى لو كان في بلد غير مسلم المفروض بيؤدي الزكاة، لكن احنا بنتكلم على النظام الزكوي داخل المملكة العربية السعودية. على الضريبة تؤخذ الضريبة بمبدأ الإقليمية، يعني غالبا اللي موجود في المملكة هو اللي بيدفع الزكاة. الازدواج يا حضرات، الازدواج الزكاة لا ثانية في الصدقة، لا يوجد فيها ازدواج إطلاقا. الضريبة ممكن يا حضرات يوجد لها ازدواج ضريبي قد يكون مقصود لأخذ ضريبة زيادة من بعض الفئات المعينة. بالنسبة لتحديد الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي، الوعاء الضريبي حضرات هو الربح، لأن هو بياخد في الوعاء الزكوي لما نيجي نحسبه بياخد الأرباح ويضيف عليها حقوق الملكية ويخصم الأصول والاستثمارات اللي هي شغالة الأصول الثابتة يعني. طريقة الدفع حضرات بالنسبة لي تدفع في صورة نقدية طبعا، وبالنسبة للزكاة حضرات انه حاليا الاصل في الزكاة تكون من جنس المال، الا ان بعض العلماء اجاز الدفع نقدا ولا تحصل نقد. والتهرب من الدفع ده شيء طبعا، هنا الزكاة وهنا الضريبة. الضريبة حضرات لا تسقط، يمكن الزكاة اقصد الزكاة لا تسقط بمضي المدة، لكن الضريبة ممكن تسقط بنظام مضي مدة من نظام الضريبي في كل دولة. يعني لا تسقط الزكاة بمضي ظل دينا في عنق المسلم ولا يتبرأ ولا تبرأ ذمته منها حتى يؤديها، في حين تسقط الضريبة بالتقادم وبعد فترة زمنية يحددها النظام. ماشي يا شباب، تعالوا نبص في الأسئلة عشان برضو في النظري في الأول. من شروط خضوع المال للزكاة أن يقترب من النصاب، ولا أن يبلغ النصاب، ولا أن يتجاوز النصاب. شروط خضوع المال للزكاة أن ألف يقترب من النصاب، ب يبلغ النصاب، جيم يتجاوز النصاب. الإجابة هي خضوع المال للزكاة أنه يقترب من النصاب، ألف يبلغ النصاب، ب يتجاوز النصاب، جيم. ما هي الإجابة الصحيحة؟ أيوة، ب يبلغ النصاب. ممتازة، شكرا لك. المال المحجوز عليه لا يخضع للزكاة كونه ناقص الملكية، ألف ب منعدم الملكية، جيم مكتمل الملكية، د مقيد الملكية. يبلغ النصاب. ماشي، ده قبله. احنا الان حضرات في سؤال تاني، المال المحجوز عليه لا يخضع كونه مقيد الملكية، صح، إجابة ممتازة. من الأموال غير الخاضعة للزكاة مال ألف دور العبادة، ب الوقف الخيري، جيم الجمعيات لما سبق. ب ماشي، به طب حد يشوف تاني غير به. انا بقول من الاموال غير الخاضعة للزكاة مال دور العبادة، الف ب الوقف الخيري، جيم الجمعيات الخيرية، دال كل ما سبق. دال، ممتازة، دال صح، دال، شكرا لكم. دال طيب، إذا كانت نتيجة نشاط ما، إذا كانت نتيجة نشاط
يعني نشاط بنصبه، لقينا انه وصل ما يعادل 100 جرام من الذهب، وكان سعر الجرام 150 ريال. وبالتالي طب عايز احسب الضريبة على الزكاة حضرتك عليه ده، اللي هو 100 جرام ذهب والجرام ب 150 ريال، كيف تحسب؟ الصوت 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 كده كويس. كان السؤال السابق يا شباب اهو، من الاموال غير الخاضعة للزكاة مال ألف دور العبادة، ب الوقف الخيري، جيم الجمعيات الخيرية، دال كل ما سبق وجوابته دال وقلنا صح. ماشي، السؤال الثاني بس في خيارات، بس أنا هوفر عليكم الخيارات. هقول إن إحنا لو إحنا بنفحص في محل وجدنا إنه إنه نتيجة النشاط بتاعه ذهب، وكان سعر الجرام 150 ريال، وبالتالي الزكاة تعادل أو تساوي كام؟ حد حسابها يا شباب؟ احنا قلنا الزكاة 2.5%، ده كام؟ كم هذا المبلغ يا شباب؟ هو وصل 100 جرام يعني عدى النصاب، النصاب 85، هو وصل 100. طب لو كان نتيجة النشاط دي إن هو أصوله أو صافي أصوله أو ما حال عليه الحول والمفروض يدفع عليه الزكاة 100 جرام، الجرام ب 150 ريال، كم الزكاة اللي عليه يا شباب؟ حد عارفها؟ طيب عشان ما ناخدش وقت فيها، هتبقى 100 في 150 في 2.5%، 100 او 150 في 2.5%. طيب سؤال اخير يا حضرات، ربما يكون عندكم محاضرات. يقصد بعدم الثني الزكوي الا تفرض الزكاة، يقصد بعدم الثني الزكوي الا تفرض الزكاة، الف بسعرين، ب على نوعين من المال، جيم على مال واحد حولين متتاليين، دال مرتين على مال واحد تغيرت صورته في حول واحد. به حد كتب به مش صح يا شباب. انا بقول يقصد بعدم الثني الزكوي الا تفرض الزكاة، يعني ما تفرضش الزكاة بسعرين ولا نوعين من المال ولا على نوعين من المال وعلى مال، جيم بقى على مال واحد حولين متتاليين، ودال اللي كتب دال صح، ممتازة دال. ده حضرات احنا خدنا يعتبر المحاضرة الاولى والثانية والثالثة، والمحاضرة الأولى والثانية والثالثة وجزء من الرابعة في المحاضرات اللي هي مصورة، وده جزء نظري وخدنا عليهم تطبيقات وأسئلة، وإن شاء الله بإذن الله فيما بعد هتكون فيه طبعا تطبيقات وفيها عمليات محاسبية وحسابية، لكن هذا جزء نظري كمقدمة إن شاء الله. أي استفسار يا شباب؟ طيب شكرا لكم، انا التقي معكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة يوم السبت لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة ان شاء الله. نترككم لحفظه ومصحوبين بحفظ الله، تفضلوا، مشكورين، تفضلوا.